مساء الخير على كل مشاهدينا في اولى حلقات البرنامج الجديد ملعب الونش. هنتكلم هنا بلغه الرياضه وبروح الرياضه، وهنلعب رياضه وهنلف في كل بيت مصري واسره مصريه من خلال شاشات برنامج ملعب الونش، وهنتابع معاكم ونتكلم ونقدم مميزات وعيوب كل مراكز شباب مصر هنا في ملعب الونش. مبدئيا هنرحب بالكابتن محمود نصر، نجم مركز شباب ارض النوى، المسؤول عن قطاع الناشئين هناك، مسؤول عن قطاع الناشئين في مركز شباب السلام. كابتن محمود نصر اللي ما يعرفوش هو اللي مقدم كابتن رمضان صبحي في النادي الاهلي. كابتن محمود نصر مقدم الكابتن عبد الرحمن حمودي نادي الزمالك، والكابتن محمد حمدي ميسي في النادي الاهلي. اهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن محمود، وان شاء الله برنامج موفق ليك ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك. هنبدا هنا من ملعب الونش في اولى حلقاتنا، وهنتكلم على الماتش الاهلي والوداد اللي عمل ضجه كبيره في مصر وفي افريقيا. ايه رايك في ماتش الاهلي والوداد يا كابتن محمود مبدئيا؟ هي مبدئيا ماتش الاهلي يعني احنا دايما اتفرجنا وشفنا الماتش كان ماشي بشكل كويس لحد مثلا الدقيقه 60 65. تأجيل التغيير هو اللي عمل المشكله في المباراه، لان اللعيبه فعلا جريت كتير، عملت مجهود كتير، فكان لازم دم جديد يخش برضك يكمل يعني المباراه. طب عاوزين من حضرتك كلمه نطمن بيها جمهور الاهلي، يعني متخيل ايه الماتش في المغرب وتفكير كابتن كولر؟ يعني عاوزين نشوف وجهه نظرك في الماتش في المغرب، هتكون الدنيا فيها ايه؟ بص يا كابتن محمود، هو عامه فرقه الوداد ما تخوفش، يعني زي ما احنا شفنا الفرقه ما تقلقش لو الماتش جوه الملعب، يعني لو خرجنا بره الملعب والاحداث اللي بتحصل هيبقى في ضغط وهيبقى في مشاكل مع اللعيبه، لكن لو الماتش جوه الملعب الماتش ما يقلقش. سيمبا متعادل 1-1 في الوداد، سان داونز متعادل في الوداد مع انه كان بيلعب 9 لعيبه، تمام. هي المشكله اللي هيحصل بره الملعب قبل المباراه واثناء المباراه، فيا ريت يعني ان يكون في وقفه من مجلس اداره النادي الاهلي، ان ما يبقاش في تجاوزات زي اللي حصل السنه اللي فاتت، اللي هي بترهب اللعيبه وبتخوف اللعيبه. وبعدين انت زي ما انت شايف ان في لعيبه كتير ما لعبتش تحت ضغط، احنا بقالنا سنين ما فيش جمهور، فلما بنروح تلاقي الاستاد مليان طبعا بيبقى فيها مشاكل لبعض اللعيبه، بيخرجوا بره تركيزهم من المباراه خالص. اسالك يا كابتن محمود، ايه رايك في تشكيل الاهلي؟ والله هو تشكيل الاهلي يعني هو الافضل وهو الجاهز، والراجل بيعتمد عليه حتى في المطوشه بتاعه الدوري، اخر ماتش مع سيراميكا لاعب بنفس التشكيل، وهو ده هو المناسب عنده في الفتره دي يعني اللي اشتغل عليه. وبالنسبه لاداء الفريق، هو اداء الفريق جماعي يعني ما فيش كلام عليه، بس هو المفروض يعني يبقى في تغيير بدري شويه، يعني امبارح كان لازم حمدي فتحي يخرج من الدقيقه مثلا 65 70، كان لازم يخرج وكان ينزل السوليه، او لو السوليه مش جاهز زي ما مستر كولر بيقول يبقى كان دخل بيرستاو جوه وخلى احمد عباد على الخط. تمام. يعني انت لو شايف ان كابتن عمرو السلاله لو كان بدا الماتش، ان دي كانت وجهه نظر ناس كتير من محللينا، ودي كانت برضو وجهه نظرنا برضو في البرنامج، ان كنا عاوزين عمرو السلاله يبدا، فلو كان عمرو السلاله بدا كان مجريات الماتش كانت هتبقى ازاي؟ طبعا عمرو السلاله قيمه كبيره واداء عالي وخبرات كبيره، بس هو اتظهر كده ان الفتره الاخيره هو مش معتمد عليه، يعني اخر 3-4 مباريات هو مش معتمد على عمرو السوليه، ممكن يكون مش جاهز، ممكن يكون بدنيا لسه مش الفورمه اللي تدي له المباراه، لكن هو المفروض كان ما يبقى موجود يعني بصراحه. تمام. بالنسبه بقى للكابتن علي معلول ومجهوده البدني، كان الماتش اللي فات قليل جدا جدا، فالنهارده احنا بنتكلم على علي معلول، عايزين نعرف مجهوده البدني القليل ده بالنسبه عشان السن ولا في حاجه ثانيه؟ وكان معاه كابتن حسين الشحات، يعني كان قايم بالجبهه لوحده، فعاوزين نسمع برضه وجهه نظرك وتفيد لهم ايه؟ هي عامه فنيا التغطيه بتاعت الحته الباك ليفت دي الديفندر ما بيعملهاش زي الحته بتاعت الباك رايت. يعني هو الراجل بيلعب بثلاثه في نص الملعب، لما حسين الشحات بيطير ممكن ديانج يغطي مكانه، وممكن حمدي فتحي يغطي مكانه، وممكن مروان يغطي مكانه، دي بتبقى سهله، لكن الحته بتاعت الليفت ديت كان المفروض، لان فعلا علي معلول سنه كبر،
الماتش كان فيه جري كتير، كان المفروض ان يبقى فيه تعليمات من مستر كولر ان يقف بقى ويثبت شويه في اخر ربع ساعه في المباراه، لكن علي برده كان بيروح وبيجري، فطبعا التغطيه كانت وراه، ودي على فكره مشكله، وهي يعني نقطه الضعف في الاهلي الحته اللي ورا علي معلول يعني. وبعدين ملوش بديل يعني، ايمن اشرف الراجل مستبعده تماما، محمد اشرف لسه صغير، فلازم النادي الاهلي يسعى ان يجيب حد لعلي معلول يعني في الحته دي. لو اتكلمنا النهارده عن عيوب علي معلول لازم مش هننسى مميزات حسين الشحات وبيرسي تاو. تتكلم وتقول يعني الثنائيات دول والفتره الاخيره مكسرين الدنيا ومكسرين اي خط دفاع. والله هي تتحسب لمستر كولر، الناس دي كانت مع موسيماني كانت ماشيه، كان حسين الشحات او بيرسي تاو كانوا ماشيين، واحنا كجمهور كنا بنطلب ان هم يمشوا. الناس دي اتغيرت بطريقه غريبه، الراجل اشتغل معاهم، اللعيبه ارتاحت نفسيا، قادره تطلع كل اللي عندها في الملعب. حسين الشحات لعيب كبير قوي، بيرسي تاو لعيب يعني معروف ان هو لعيب كويس، بس هي كانت مشكلته في الاصابات، والظاهر دي ان هي كانت مشكله من مدرب الاحمال اللي كان مع موسيماني، لان الراجل اللي جه دوت قادر يديله الحمل البدني الصح، فحتى الفتره اللي فاتت بسم الله ما شاء الله الراجل ما اتصابش خالص يعني. لو النهارده بنتكلم على كهربا ودوره الفعال، كنا بنتكلم ان كهربا في اي ماتش بيوقف معاه اثنين مدافعين، يعني بتنزل الماتش اي فرقه بتلعب قصادك بتلعب ناقصه لعيب. عاوزين تحليلك لكهربا وتقول ايه، وبعد تحليلك نصيحه لاداره الاهلي بالنسبه لغرام الكهربا. بالنسبه لكهربا طبعا انت عارف ان كهربا مش فروت صريح، فان الراجل يؤدي في الحته دي حتى لو ب 70% فيشكر عليها. كهربا من مميزاته طبعا ان هو بيتحرك كتير بره الصندوق، بيعرف يستلم ويسلم، بيعرف يصوب من بره، بيعرف يتابع كويس، بيعرف يفنش كويس، فاكيد طبعا بيتعب المدافعين اللي معاه، وديت اللي بتديله استغلال للفرص بسهوله يعني. تحركه الجيد جوه الصندوق ده اللي بيخليه، مع ان امبارح جات له كره كده كانت تتفنش بجول، بس قدر الله ما شاء فعل. معانا الكابتن هشام عطيه نجم نادي الترسانه على التليفون. كابتن هشام ازي حضرتك؟ أنا سامع حضرتك. مع حضرتك الكابتن محمود نرس غني عن التعريف يا كابتن هشام. حبيبي يا هشام. طبعا حبيبي يا استاذ محمود، منور الدنيا منور كلها. كابتن هشام من المدربين الجامدين قوي، مصعد نادي حدائق الاهرام من القسم الثالث من القسم الرابع للثالث، ومصعد السنه اللي فاتت بشتيل من القسم الرابع للثالث، ونجم الترسانه والمنتخب العسكري، وكان محترف في اليمن، حد قيمه كبيره يعني. حبيبي واخويا منورنا يا كابتن محمود، والله منور طبعا، منور الشاشه. بس في عزومه، في عزومه عنده هو عايز ياكلها عليا بس. يلا لا لا وحضرتك محمود انت دايما البركه والخير يعني. حبيبي يا كابتن طبعا يعني انت عامل برضه انجاز جديد هو الاهرام يعني، بشهاده كل الناس، بشهاده انا بس، كل الناس واضحه على بصماتك طبعا بالنسبه للبراعم والناشئين، وطبعا الانجاز الحمد لله رب العالمين اللي حصل من حضرتك قعدت الفرقه في الثالث الحمد لله من فضل الله، ان شاء الله في البدايه تبقى احسن كده نوصل للافضل في مجلس اداره الاستاذ محمد نافع وفي كابتن هشام. ممكن بس كابتن هشام ممكن بس نقف في مكان في شبكه معلش. حاضر مع حضرتك كده محمد. اتفضل كمل يا كابتن. طبعا يعني يشرفني طبعا اللي كنا في المنظومه المحترمه الجميله دي، كابتن ابراهيم فرحات في الدينامو مصر كلها طبعا، يعني موضوع بالنسبه لنا كبير قوي، تاريخ كبير في منظومه كبيره طبعا طبعا، برئاسه الاستاذ محمد نافع والاستاذ الزين والاستاذ مجدي كامل وطبعا الاستاذ حسن وكل الاعضاء المحترمين في النادي طبعا، يعني ده حاجه جميله، وان شاء الله ربنا يكرم الفتره الجايه في الخطه المستقبليه باذن الله تكون في دوري ممتاز باذن الله يعني. ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. كابتن هشام عاوزين بس نعرف نادي الترسانه، نادي الترسانه امتى هيرجع تاني؟ والله ان شاء الله باذن الله يعني، احنا نتمنى من ربنا باذن الله يعني، تعرف كل امنيات النادي والناس وكل محبينه ان نصعد ونرجع مكاننا الطبيعي بامر الله. شغالين على الخطوات دي برئاسه الاستاذ طارق حسنين وكل مجلس الاداره المحترم باذن الله تعالى يعني، ان شاء الله الخطوه دي يعني شغالين فيها بامر الله، وما فيش بخل من مجلس الاداره الصراحه، ان ربنا يكرم بامر الله في الفتره اللي جايه على الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان احنا نبقى في المثال بامر الله تعالى، بس نخلص مرحله مع كابتن حسين شكري والمدير الفني من اولاد النادي والجهاز الفني،
ان ربنا يكرم بعمر الله تعالى ويبقى في دوري المحترفين عشان نطلع بعمر الله الى الدوري الممتاز يعني ان شاء الله. واخيرا يا كابتن هشام، بس توقعك لماتش الاهلي والوداد. والله والله حضرتك على حاجه، النادي الاهلي طول عمره كبير، متوقع دايما الفوز، ما عندناش اي سبب ان احنا نقول ان خساره، لا الحمد لله رب العالمين، عندنا ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي والكره المصريه اللي هو ماشي في من خلالها ان شاء الله باذن الله ان هنرجع فرحانين كلنا بامر الله كشعب مصري وكجمهور ومحبين النادي الاهلي بامر الله يعني باذن الله. ماشي يا كابتن هشام، الف شكر ليك وشرفتنا في ملعب الونش يا كابتن هشام. شكرا كابتن هشام. هنرجع تاني لكابتن محمود نصر. كابتن محمود، النهارده احنا عاوزين نطمن جمهور الاهلي، فالنهارده لو قلنا توقعك للتشكيل الجاي هتقول ايه؟ التشكيل الجاي لا هو مش هيبقى فيه تغيير، ممكن يبقى الشناوي لو هيجهز. هو من مصادرنا عرفنا ان الشناوي جاهز وهيلعب الماتش الجاي. ما هو 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 ده اللي هيبقى التغيير الوحيد، لكن الراجل اصلا بيعتمد على الاربعه والثلاثه اللي قدامه، هم بيغيروش، بينزل مروان محسن سته وبيلعب قدامه مروان عطيه سوري سته، وبيلعب قدامه بحمد فتحي وديانج، وساعات بيخلي حمد فتحي يطلع 10 وديانج بيبقى لوحده في نص الملعب، لكن مفيش تغيير. والناحيه اليمين محمد هاني مفيش مشاكل، ومعلول والشحات بعد اذن هنرجع تاني لنقطه معلول، هيقدر يؤدي هيأدي في المغرب؟ انت عارف الماتش هيبقى صعب جدا هناك وهيبقى في ضغط جامد، ان انت المفروض هنروح هناك نهاجم وهندافع جامد، فالموضوع هيبقى صعب جدا. ما هو ما فيش عنده حل تاني، ما هو معلول ما عندوش بديل، هو مين البديل بتاع علي معلول يعني؟ ما فيش بديل، كده كده معلول موجود، بس ممكن بقى يبقى في يعني تعليمات من مستر كولر بان لما معلول يطير هيجي حد من نص الملعب يغطي الحته بتاعته ديت، بحيث ان يبقى في السرد باك والديفندر فيها يعني. معانا الاستاذ عادل فهمي وكيل المديريه للشباب بمحافظه الجيزه، يعني دينامو الشباب والرياضه في محافظه الجيزه. استاذ عادل اهلا وسهلا بحضرتك في ملعب الونش. اهلا يا فندم بحضرتك، شرفت بيكم. احنا اتشرفنا بحضرتك يا استاذ عادل، وبنتكلم كتير عن الدكتور اشرف صبحي دينامو الشباب والرياضه، فالنهارده لما نيجي نبقى في الجيزه فبنتكلم على دينامو تاني اسمه عادل فهمي، دينامو محافظه الجيزه، اتكلمنا كتير عن حضرتك، والنهارده بنعرف الناس على استاذ عادل فهمي دينامو محافظه الجيزه، فعاوزين بس نعرف من حضرتك الاستثمار في مراكز الشباب، يعني عاوزينك كده تبتدي يعني. خليني اشكر حضرتك على الفرصه دي اللي حضرتك اتحتها لينا يعني. انا عادل فهمي وكيل مديريه شباب الرياضه بالجيزه. والله النهارده احنا انت بتتكلم في موضوع مهم قوي، خليني اقول لك ان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه استثمار داخل مراكز الشباب ده اتجاه دوله واتجاه القياده السياسيه وتوجيهات طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي دايما بيحثنا على الاستثمار داخل مراكز الشباب، والاستثمار ده اسمه البي او تي، البيلدنج اوبريت ترانسفير، اللي هو استثمار واستغلال والاستفاده من المراكز الشباب في المساحات الخاليه الغير مستخدمه في 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 استثمار يعود على المستثمر وعلى المنشا بافاده. النهارده الاستثمار داخل مراكز الشباب ده الحلم او اللي احنا كلنا بنشتغل عليه كدوله وبتوجيه القياده السياسيه، اللي احنا بننشئ مشروعات داخل مراكز الشباب زي حمامات سباحه، زي صالات جيم، زي صالات نشاط اجتماعي، افراح واجتماعيات داخل مراكز الشباب. المشروع ده بيعود بالعائد على مستثمر وعلى شبابنا. النهارده احنا بنشغل وبنقضي على البطاله داخل المشروعات الاستثماريه داخل مراكز الشباب. عايز اقول لحضرتك ان الجيزه فيها 209 مركز شباب من خلال 19 اداره فرعيه داخل الجيزه. فعلا احنا بدانا نعمل ده، وبدانا نعمل ده في القرى، القرى الاكثر احتياجا، من حمامات سباحه زي مركز شباب شبرمنت، زي الجلاتمه في منشيه القناطر، شبرمنت دي طبعا اداره ابو النمرس، والجلاتمه منشيه القناطر من الاقصى للاقصى، زي مركز شباب امبابه حمام سباحه. وما زالت الاستراتيجيات بتاعت الاستثمار داخل مراكز الشباب احنا مستمرين فيها، وعاملين حصر للمراكز الاكثر احتياجا للمشاريع الاستثماريه، زي الواحات، ما احنا برضك طرحين بعض المشاريع الاستثماريه هناك من استثمار الاراضي، لان الواحات بتمتاز بالزراعه،
فبرضك طرحين بي او تي استثمار ان شباب ياخدوا مننا داخل مراكز الشباب، لان مساحات الواحات هناك مراكز الشباب بتتعدى 8 فدادين و9 فدادين، وده كان توجيه معالي الوزير في الواحات بالذات استغلال الرقعه الزراعيه وعمل مشاريع صغيره لشبابنا من خلال ان هم يزرعوا داخل مراكز الشباب بما ان البيئه بتصلح لكده. تمام استاذ عادل، هننقل من الاستثمار وهنتكلم شويه عن الشباب وعن الطلايع. يعني احنا النهارده بنسمع البرلمان، برلمان الطليع والشباب، تمام؟ فتنصح ايه كل طليع قدامنا على الشاشه، كل شاب قدامنا على الشاشه يتواصل ازاي مع مركز الشباب عشان يشارك في هذا المشروع؟ خلينا اقول لحضرتك ان معالي الوزير الدكتور اشرف في جزئيه البرلمان والتثقيف السياسي هو انشا اداره خاصه بالموضوع ده، اداره البرلمان والتعليم المدني على مستوى الجمهوريه لكل مديريات الشباب والرياضه، وفعلا طبقنا ده من خلال برلمان الشباب ومحكى الشباب. البرلمان الشباب هو الغرفه الثانيه من مجلس الشعب، احنا بنعود الشعب الشاب داخل مركز الشباب على 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 الحياه البرلمانيه اللي احنا بنثقفك وبناهلك وبنخليك نائب في المستقبل بعد كده. وحضرتك شايف اتجاهات الدوله واتجاهات القياده السياسيه من محكى الشباب والبرنامج الرئاسي للشباب والحوار الوطني للشباب، الدوله بقيادتها متجهه للشباب، لان الشباب هم فعلا نصف الحاضر وكل المستقبل. فاحنا بندعم ده، اللي احنا عملنا حاجه اسمها برلمان الشباب بتوجيهات الدكتور اشرف، وعملنا انتخابات لبرلمان الشباب في كل محافظه، وفعلا بقى عندنا شباب برلماني بيعمل او بيشتغل معانا التجربه البرلمانيه من خلال دكاتره وتثقيف سياسي لشبابنا اللي احنا بنشوفه مؤهل للموضوع ده، وبنعده ككادر بعد كده ان شاء الله باذن الله بيبقى مشروع فعلا عضو مجلس شعب او عضو برلمان في الجمهوريه الجديده اللي هي في مصر. شكرا استاذ عادل، وشرفتنا في ملعب الونش. يا فندم انا اتشرفت بيكم النهارده وبالتوفيق ان شاء الله. اتشرفنا بيك يا استاذ عادل. واحنا هنا من ملعب الونش، هنخلي كل شاب كل طليع يشارك في حياته السياسيه والاجتماعيه والرياضيه. احنا هنبقى مع كل اسره من الاسر المصريه. ابنك هيلعب كوره، هنوجهك ازاي تلعب في مركز الشباب. ابنك عاوز يبقى راجل برلماني، هنوجهك ازاي يبقى راجل برلماني من داخل مركز الشباب. عاوز ابنك يبقى ليه في الاستثمار، النهارده الوزير بيتيح كل الحاجات ديت وبيعمل بروتوكولات تعاون ما بين الوزاره وما بين البنوك المصريه. هنرجع تاني للكابتن محمود نصر، وهنرجع تاني وهقول حاجه اخيره عشان نقفل ملف النادي الاهلي والوداد، عشان عاوزين نرجع لقطاع الناشئين اللي هو شغلتك الشغله كابتن محمود. توقعك للماتش اللي جاي ايه؟ توقعك الشخصي ان الاهلي يكسب 1-0 ان شاء الله. الاهلي يكسب 1-0 وهيبقى فيهم مداخله معاك ان شاء الله بعد ماتش الاهلي، وربنا يصل الحال. كابتن محمود، هنرجع بقى النهارده وهنتكلم النهارده على قطاع الناشئين في مصر. تمام. كابتن محمود، النهارده لما اعلنا على الصفحه كابتن محمود جاي، لقينا تفاعلات كتير جدا. كابتن محمود نصر مد رمضان صبح الاهلي ومودي ميسي، سمعنا عن احمد عيد، سمعنا عن لعيبه كتير جدا جدا. النهارده انا جالي سؤال شخصي على الصفحه بتاعتي بيقول لك يا كابتن محمود هنشوف رمضان صبحي تاني فين في الزمالك؟ فانا حبيت اسالك مش على الاسم بالتحديد، ليه المواهب قلت في مصر يا كابتن محمود، ومحتاجين ايه عشان خاطر نرجع الموهبه تاني في مصر؟ تمام يا كابتن محمود. المواهب قلت في مصر مع دخول الاستثمار، اللي اتفهم غلط. يعني الاستثمار الرياضي، المفروض ان الاستثمار الرياضي اللي زي ما استاذ عادل فهمي شرح بين قاعات وملاعب وكلام، لا احنا حولناه لتجاره في اللعيبه. تمام. رمضان صبحي وقبل رمضان صبحي واللعيبه مصر كلها المواهب طالعه من مراكز شباب ومن الشوارع، في يعني في ما كلمه دايما بتتقال كره القدم يا كابتن محمود للغلابه. مراكز الشباب لازم نرجع اهتمام مراكز الشباب بالتمرينات وباللعيبه الصغيره، دي اللي هتطلع المواهب. لكن موضوع الاكاديميات اللي باسامي اوروبيه والكلام ده، انا ما شفتش ان في لعيبه طلعت من الاكاديميات دي. كل لعيبه مصر من تريكا من كابتن رمضان. محمود، دي صورتك مع رمضان صبحي كانت فين يا كابتن؟ ده كان عندي في مركز شباب قبل ما يسافر انجلترا، كان جاي
لعب ماتش كده مع اصحابه وزمايله، وده كان في المكتب عندي. انا اعرف ان هو بيحبك جدا يا كابتن، وانت القدوه بتاعته. ده ابني انا اللي مربيه ده. اتفضل يا كابتن كمل اللي كنت بتكلم. فلازم يبقى فيه اهتمام بمراكز الشباب، ما يبقاش الموضوع استثماري، يبقى الموضوع الماده بسيطه زي ما كان زمان يا كابتن محمود. كان زمان الاكاديميه ب 20 جنيه وب 30 جنيه. لكن انت دلوقتي انت بتسمع ملاعب خماسي وتبص تلاقي يقول لك 500 و600. طب الواد الغلبان هيجيب منين؟ ما هو لعيب، لعيب وامكانياته كويسه، لكن لا هو ولا اهله هيقدروا يدفعوا المبلغ ده، فبالتالي بيتجه لاي حاجه تاني بقى، خلاص ما بيركزش في موضوع الكوره. انت كده كابتن محمود بتشرح ملعب الونش، هو ده اللي هنا اللي احنا بنعمله في ملعب الونش. لما فكرنا في ملعب الونش فكرنا ان احنا هنبدا من مركز الشباب، فكرنا ان احنا ازاي عاوزين نطلع الشباب وتبدا كوي. فكرنا ان احنا مش هنبقى برنامج رياضي بس، هنبقى برنامج رياضي وثقافي واجتماعي وديني كويس. هنوجه كل شاب ازاي؟ عندنا كابتن محمود في البرنامج اللي عاوز يطلع حكم هيعرف ازاي هيطلع حكم، هيبقى معانا الحكام الدوليين ويوجه كل ولي امر عاوز ابنه يبقى حكم ازاي يبدا ويأسسه من صغره ازاي يبقى حكم. تمام. فالنهارده كابتن محمود هيبقى لينا سؤال تاني، تنصح بايه مراكز الشباب عشان نطلع نجوم؟ ولا انت شايف الموضوع بيبقى صعب عليهم عشان حته الاستثمار والماده؟ ولا هي النهارده موضوع كابتن محمود الاكاديمي اللي هو مدرب فلاني الفلاني في عمل اكاديميه واجر من المركز الفلاني، فهو عاوز كل الموضوع ان هو استثمار ويلم فلوسه بس؟ ايوه طبعا، ما هو دافع فلوس عشان يلم فلوس، هو ما مش في دماغه ان هو يطلع مواهب، مش التارجت بتاعه اللي هو يطلع مواهب. كابتن محمود احنا اربع مدربين كنا في ارض اللواء، كابتن جمال وكابتن هشام وكابتن يحيى، كنا كل سنه بننافس بعض على مين هيودي لعيبه الاهلي والزمالك وبدون مقابل، واللعيبه دي ما كانتش بتدفع حاجه، واللي طلع منهم احمد عيد، واللي طلع منهم رمضان، واللي طلع منهم ميسي، واللي طلع منهم لعيبه كتيره جدا. لكن انت دلوقتي لا، خلاص الموضوع بتاع الاستثمار دوت دمر الدنيا، دمر الدنيا فعلا. النهارده بنتكلم على الاستثمار، طب تنصح بايه مراكز الشباب عشان نطلع نجوم تاني؟ الاهتمام من الاداره رقم واحد، الاهتمام بان هم المدربين تبقى مؤهله ان هي تعرف تشتغل مع البراعم ومع السن الصغير، لان من اصعب التمرينات مراحل السن الصغير. ما يبقاش لعيب، يعني انا بشوف دلوقتي مدربين ولد مواليد 2003 و2004 واقف بيمر، يعني هو اصلا لسه المفروض سنه فاضل 20 سنه قبل ما يخلص كوره. خلص امتى ولعب امتى؟ لا، لازم يبقى فيه اهتمام، لازم يبقى فيه توعيه من الاداره بالاختيار المدربين اللي تقدر فعلا تفرز له لاعبين موهوبين. احنا هنا من ملعب المنش بنناشد السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. بنقول لك يا سياده الوزير عاوزين نهتم شويه، عاوزين نطلع ناشئين، يا ريت ملاجئه من حضرتك لمراكز الشباب، عاوزين نشوف مواهب كتير تاني في مراكز الشباب، وهنتواصل مع حد في الوزاره ان شاء الله في المرات القادمه، وهنرجع تاني مركز الشباب لدوره، وهو دوت دورنا هنا في ملعب الونش، ان الرياضه هترجع، الثقافه ترجع للطفل تاني، عاوزين نرجع الوعي لكل بيت مصري من خلال ملعب الونش، من خلال كل مركز شباب. هنا ملعب الونش ملعب كل الاسره المصريه، بيت لكل اسره مصريه. كابتن محمود شرفتني النهارده، وكنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. حبيبي كابتن محمود انا اتشرفت بيك، و يا رب يكون كنا خفاف كده على الناس. تسلم يا كابتن محمود. وشكرا مشاهدينا الكرام، وان شاء الله ان شاء الله هنوعيكم بحاجات كتير هنا في ملعب الونش. هتلاقوا ارقام تليفونات بعد كده متواصله معانا للمسابقات، هيبقى في مسابقات للبراعم وللطلايع، هيبقى في ارقام للتواصل عشان خاطر هنعرفك ازاي تودي ابنك لاقرب مركز شباب ليك، الاكاديميات المخفضه. وشكرا ليكم، شكرا كنت معاكم في ملعب الونش كابتن محمود الونش. واستنونا يوم الاثنين القادم ان شاء الله الساعه 5 مساء في ملعب الونش. ماجيك سيستم غير وان شوكي.